أنا الآن سويت خدمة البصمة، والله هو بحد ذاته تقديم الخدمات في الفعاليات والمهرجانات، يعني أماكن تجمع الناس، هذا بحد ذاته يعتبر خدمة إضافة للخدمة اللي هي يبحث عنها العميل. مشاركة شركة اس تي سي في رالي حائل أنا أعتبرها مشاركة احترافية من شركة في هذا المستوى، استهداف للأطفال، وبنفس الوقت اختيار الموضوع مناسب لرالي حائل، هذا يبين أنه في احترافية في عمل شركة اس تي سي. والله بدون مجاملة أنا شدتني أول شيء التنظيم والترتيب، شدنا الفعاليات الموجودة، طريقة استقبالكم للمشاركين.